مرحبا، انا اليوم وين؟ في كليه شط العرب الجامعه في البصره. تعالوا نشوف الكليه هذه من الداخل، خلكم معي. كليه شط العرب الجامعه، البوابه الرئيسيه، تعالوا ندخل ونشوف باقي التفاصيل من الداخل. شكرا شكرا يا اهل البصره الطيبين، شكرا شباب البصره الطيبين. هذا هو سنتر الكليه مثل ما نشوفه، كبير ما شاء الله، شايفين كيف؟ بسم الله ما شاء الله. هذه هي بنايه قسم القانون، تعال ندخل داخل ونشوفها ما شاء الله كيف هي جميله. ما شاء الله انا داخل احد كلاسات الطلاب، الدكتور يشرح ما شاء الله. الكافتيريا، كافتيريا شط العرب او النادي الطلابي من هالمكان. تعال نشوف من الداخل كيف شكله، شايفين كيف؟ ما شاء الله كبير. كلية شط العرب الجامعة اللي تأسست سنة 1993 وتعتبر أول كلية أهلية في البصرة وتحتوي على 7 أقسام. ما شاء الله كلية كبيرة فيها وايد أشياء حلوة. المكان اللي تشوفونه هذا ما شاء الله هو قسم تسجيل الطلبة، يعطيهم العافية، مكان جدا فخم ومرتب على آخر. السلام عليكم. عليكم السلام. البروفيسور جاسم خريبط يعطيك العافية، شو الأخبار؟ إن شاء الله. تشرفت اليوم بلقائي بالبروفيسور جاسم خريبط، وهو يعتبر قائم من قامات القانون الجنائي في البصرة وأيضا مدير تطوير في كلية شط العرب الجامعة. الله يحفظك. الله يسلمك. في النهاية أنا استمتعت بوجودي اليوم في كلية شط العرب الجامعة، أجواء أكاديمية جميلة والطلاب روحهم طيبة وحلوة، حبيت ترحيبهم بي. الله يحفظهم ويوفقهم يا رب.